نارين بيوتي في إيطاليا تلمح خبر خطوبتها من حبيبها السري رامي. شوف الفيديو للآخر، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. جماعة أنا وصلت ولحقنا كل شيء الحمد لله، بس ما قدرنا نصور، بس هلا قاعدين عم ناكل، والجو بالمكان اللي أنا فيه حاسة حالي يعني ما بعرف المكان اللي أنا فيه بجنن، يعني عشوي عم أقول بدي أخطب هون، بدي أعمل خطبتي هون، بس انا بنفس الوقت نوريه، يعني بحب الدش والطبله والدبكه وهالشغلات، فما قادره يعني اتاقلم. ممكن عشان هون عيد ميلاد هون، بروبوزل هون، بس انه دش لا. خلي اصور لكم.